تمام. سمعت موضوع القربه ده يا احمد؟ القربه بتمثل لك ايه يا احمد في الشتاء؟ القربه يعني والله يا جماعه انا بس عايز اقول حاجه معلش، هو مين بيحب الشتاء اكتر من الصيف في اي وقت؟ القعده دي اللي انت شايفها قدامك، القعده الحلوه دي بتحب الشتاء استاذ احمد. يعني بجد يعني ليه افضل العايه والفاكهه اللي دمها تقيل والصحيان بدري في عز الثلج والميه المتلجه والنوم والكابه على البحر والحلاوه والمايوه؟ ما انت ما بتروحش البحر طول فصل الصيف، احنا بنشتغل اكتر. ايوه طب نعمل ايه؟ ليه هو اسبوع ولا 10 ايام بس؟ ليه اقعد شبه الدب القطبي ولابس مليون قطعه قماش؟ ليه يحصل لي؟ لازم تجاهد نفسك. طب اقول لك على حاجه، اجاهد نفسي ليه؟ اعمل في بس ثواني، بيكون شكلنا حلو في الشتاء يا احمد. قبل ما تحبطنا، بس قبل ما تحبطنا وتكسلنا، انا عايز اسالك سؤال. انت عمرك، انت من القاهره قاهري؟ قاهري. عمرك جربت تنزل في الشتاء من بعد نص الليل لحد قبل الفجر وتتمشى في شوارع القاهره الفاضيه والهاديه؟ انا عايز اقول لك بس معلومه، وتشوف سكان الليل في القاهره تقصد هرد عليك ايه؟ هرد عليك، هرد عليك بالحب. شايف شايف ناقص كمانجا، ناقص كمانجا ورا الكلام ده. والله اتفضل. يعني هو في حاجه بس بالمناسبه، انا حياتي كلها بعد 12 بالليل في القاهره الجميله اللي بتقول عليها، عايز اقول لك اكتئاب شديد. لا لا اكتئاب شديد. اللهم عليك يا شيخ والله. لا ده القاهره جميله والله. ايه رايك؟ شوف روح على اي كوبري، قصر النيل، مش عارف اللي هي الكباري والكورنيش، الحاجات دي هتلاقي نوعيات من الناس وشباب قاعدين على الارض. انا بقول لهم انتوا بتكلموا، انتوا قاعدين على الارض كده. قال شتا. ايوه يعني هم بيحبوا ده وعربيات وغلس الشارع. المشكله لما يجي لك برد شويه يعني ولا حاجه. يعني دلوقتي يا جماعه مع احترامي الشديد، الدنيا حر هفتح التكييف هروح مصيف، الدنيا ظريفه. يقول لك اصل يعني الناس بتبقى ملزقه، طب ما يستحموا يا جماعه عشان تبقى ريحتها، طب ما يتصرفوا. يعني احنا اللي بنعرف ناس عندها مشاكل. طب بقول لك ايه، طب بقول لك ايه، بمناسبه الشتاء بتحب تاكل ايه؟ اكتر اكلات بتحبها في الشتاء؟ هو طبعا العدس يا سيدي. يعني ده طبعا الواحد ايه ياخده كده ويتكون بعدها تحت جناحه كده. العدس ده يعني ده مستمر معانا طول الشتاء. اكتر حاجه دافيه، يعني اكتر حاجات دافيه، اكتر حاجات بتدي باور بحيث الواحد ايه يعني يقدر ان هو يتحرك ويقدر ان هو جسمه يولد حر. يعني انا ده البنزين بتاعنا، ده البنزين يعني بتاعنا. فده الوضع. لكن انا بصراحه لا، بفضل الصيف طبعا لانه كمان مرتبط شرطيا بالاجازات. يعني حتى بالنسبه للطلبه او بالنسبه لان هو مرتبط شرطيا بالاجازه وبالانطلاق وبالاغاني، يعني حاجات كتير. الشتاء يمكن بيحبوا الناس الحالمه شويه، يعني زي ما كده زي ما قال لنا عمرو، هو بيحب الناس الحالمه، الناس اللي بتحب الشتاء، بتحب تسمع مزيكا. انا الصراحه راجل منطلق وما بحبش الحاجات دي بصراحه. انت بتحب المود الجميل كده دايما، الحياه الملونه. طب احمد وانت في البيت وفي الشتاء في البرد تبقى قاعد عامل ازاي؟ ببقى قاعد طبعا يعني محل ملابس.